محكمة. احنا اليوم سنة 2012 بدنا نحاكم الطالب فؤاد البلطي لقيامه بحرق المعهد العالي للتكنولوجيا بولاية جندوبة. الدفاع بده يتكلم. الحمد لله عمي، بسم الله الرحمن الرحيم. هكاي المتهم بده يدافع عن نفسه. يتفضل يدافع عن نفسه. ما بيدافع عن نفسه فؤاد البلطي، انت الله محكوم ومتهم انك قمت بحرق المعهد العالي الوطني للتكنولوجيا بجندوبة. شو بتقول بتشان التهم؟ السلام عليكم، شلونك سيدي الحاكم؟ شلونك سيدي الرئيس؟ اول شي عمي انا بدي اقولك انا بريء وعمل شي، وحتى لو كان عملت خالي ابو شاب بده يجي يكون لهذا المحكمة. وقام انا ما عملت شي عمي، شو عملت يعني؟ مشان حني حرقت الإدارة، هذه تسموها تيمي وهذه تسموها جريمة. ايه عمي ما عمل شي انا. ايه